السلام عليكم. في هذه الحلقة التي تعتبر الحلقة الثانية الخاصة بكيفية إعداد الرابور دو ستاج من بعد الحلقة الأولى اللي كانت كلها نظرية بعد طلب مجموعة من المتابعين، دونك كتجي هذه الحلقة دون لو كادر ديكسبليكي كومون كري ان رابور دو ستاج دون مانيير براتيك، يعني هذا مثال تطبيقي ديال ان رابور دو ستاج، غنشوفوا كيفاش كيتكون هذا الرابور دو ستاج، لي زيليمون ديالو اكسيتيرا. اذا اول صفحه من الرابور دو ستاج هي لا باج دو غارد، يعني لا باج نيميرو 1 كنخصوها لا باج دو غارد. لا باج دو غارد شنو كيكون فيها؟ تيكون فيها اللوغو ديال ليكول ولا السونتر ولا لا فاكولتي اللي كتقرا فيها، معاه تيكون اللوغو ديال لونتربريز ولا لا سوسيتي اللي دار فيها ستاج. ابري لانتوتيلي ديال نيفو سكولير، دونك في هذه الحاله هذه هذا الرابور هذا خاص بليسونس بروفيسيونيل في ريزو انفورماتيك، دونك اللي تكنيسيان مثلا في واحد الشعبه يدير تكنيسيان في الشعبه اللي كيقرا فيها، مثلا في ليستا ولا في التكوين المهني ولا في لافاك اكسيتيرا. اي ابري كيجي العنوان ديال الرابور، هذا ستا رابور دو ستاج كتبنا هنا رابور دو ستاج. سو لو تيم يعني الموضوع فاش، مثلا هذا الرابور ميزون بلاس دان سيرفور 2003، كدير الموضوع علاش خدمتي في ستاج ديالك، كي كدير ستاج شنو هو لي دي جينيرال ولا نقدر نقولوا لي زاكتيفيتي اللي درتي، دير ليهم واحد العنوان وحطوه هنا في لاباج دو غارد. هنا لتحت في لاباج دو غارد كندير رياليزي باغ، شكون اللي دار، كدير سميتك نورمالمون الاسم الكامل ديالك، وهنا اونكادري بار يعني لي زونكادرون المؤطرين ديالك، فسوا المؤطر اللي كيكون في ليتابليسمون اللي كتقرا فيها والمؤطر اللي عندك في ستاج. هنا كدير لاني سكولير او بيان يونيفرسيتير، دونك العام ولا السنه اللي قريتي فيها ولا اللي درتي فيها هاد الستاج هذا. دونك ابري لا باج دو غارد كتجي لا باج ديال غوميرسيمون، هاد لاباج خاصه بالشكر، يعني كتشكر جميع الناس اللي تعاونوا معك في هاد الرابور دو ستاج وبيان اللي تعاونوا معك في الستاج وفي الدراسه ديالك، منهم الناس اللي اطروك في لا سوسيتي اللي دار فيها الستاج والناس اللي كتقرا عندهم في ليتابليسمون وجميع الناس اللي عاونوك في هاد الرابور دو ستاج. دونك من بعد لاباج ديال غوميرسيمون كتجي لاباج ديال سومير، يعني كدير واحد الفهرس ديال المحتويات ديال الرابور ديالك، وغالبا المحتويات ديال الرابور دو ستاج راه فيها جوج ديال لي شابيتر برينسيبو، يعني عندنا لا بريزونطاسيون ديال لا سوسيتي و بيان ليتابليسمون اللي دار فيها ستاج، وعندنا الشابيتر نيميرو 2 اللي هو خاص بلي زاكتيفيتي اللي درنا في ستاج. بالنسبه لا بريزونطاسيون ديال لا سوسيتي مثلا في هذا المثال دار هاد السيد هذا دار هيستوريك دو لا سوسيتي، دار لافيشي تكنيك ديالها، لورغانيغرام، لي سيرفيس اللي كتقدم، يعني نقدروا نعتبروا بان هاد الجزء هذا نظري على ليتابليسمون ديال لا سوسيتي اللي دار فيها ستاج. وكاين جزء اللي هو تطبيقي اللي هو لي زاكتيفيتي اللي دار في ستاج، مثلا هنا دار لا مانتونونس ديال لي ماشين، دار لانستالاسيون ديال لي بوست، دار لا ميزون بلاس ديال دان سيرفور 2003. الناس ديال الريزو اللي غادي يعرفوا هذه القضيه، مهما تكون الشعبه ديالك راه انت ملزم انك لي زاكتيفيتي اللي داروا في ستاج اثناء التدريب خاصك تكتبهم هنا وتشرحهم بالتفصيل في الرابور ديالك. دونك في الفهرس هنا راه باين بان الرابور دو ستاج فيه نعاود فيه عنصر نظري تتقدم فيه ليتابليسمون بيان لا سوسيتي اللي دار فيها ستاج، وعنصر تطبيقي كتقول لنا لي زاكتيفيتي وبيان لي طاش اللي درتي اثناء التدريب بيا اثناء هاد الستاج هذا. من بعد لاباج اللي فيها السومير يعني الفهرس المحتويات كتجي لاباج ديال لانتروديكسيون المقدمه. في المقدمه كاين دي رابور دو ستاج اللي كنهضروا على بروبليماتيك اشكاليه، وكاين دي رابور دو ستاج اللي نهضروا مثلا على الاطار العام اللي جا فيه هاد الستاج. نورمالمون المتدرب كيقرا مجموعه ديال الكفايات، مجموعه ديال الدروس، مجموعه ديال لي موديول في لو سونتر ديالو ولا في لا فاكولتي ديالو ولا في ليكول ديالو، كيخصو يطبق هذيك مجموعة الكفايات اللي قراها في لافي براتيك، يعني في لا سوسيتي، يعني في ميدان العمل، يعني غادي يولي يعتبر راسو كأنه بروفيسيونيل، كأنه موظف في هذيك الشركة
كيحاول ما امكن انه يشوف داكشي اللي قرا ويطبقه على لافي بروفيسيونيل، يعني في الواقع في لا رياليتي دون مانيير براتيك، يعني تطبق داكشي اللي قرا. وهادشي نقدروا نهضروا عليه في لانتروديكسيون، في المقدمه كاطار عام، يعني نقولوا انه دور لو كادر ديال انني كنقرا في واحد لو سونتر، وانني خديت مجموعه ديال الدروس وديال الكفايات وبغيت نطبقها في لافي بروفيسيونيل، يعني في الحياه المهنيه الواقعيه. ونقدروا نهضروا في المقدمه كذلك على الاهداف لي زوبجيكتيف ديال لو ستاج، يعني الا كنت جينا للستاج مثلا وبغيت ندير ان بروجي دو فان فورماسيون، يعني بغيت نصاوب واحد لابليكاسيون ولا بغيت انستالي دي ماشين ولا بغيت انستالي واحد لا سوليسيون ولا واحد لا تكنولوجي تما في لا سوسيتي، كوم بروجي دو فان فورماسيون بيان سور، نقول بان لوبجيكتيف ديالي هو انني انستالي ولا ندير هاد لا تكنولوجي اكسترا. دونك بقيه الصفحات ديال الرابور دو ستاج كنديفلوبي او بيان كنشرح داكشي اللي قلت في سومير في فارس. فوالا هنا كنشوفو لا بريزونطاسيون ديال لا سوسيتي ليستوريك، وكنبقى غادي في الجانب النظري كندير واحد الفيش تكنيك على لا سوسيتي، الاسم ديالها، لا فورم جوريديك اكسترا. ومن بعد كنمشي لورغانيغرام ديال ليتابليسمون، هادو معلومات كلهم كيخصو ليتابليسمون ديال لا سوسيتي اللي دار فيها ستاج. دونك هنا لي سيرفيس اللي كتقدم اكسترا. دونك عندنا ابري لا بارتي تيوريك، كاين هنا البروجي اللي درتو بيان لي طاش لي زاكتيفيتي اللي درت في ستاج. بحال مثلا هنا السيده دار لا ميزون بلاج دان سيرفور 2003، اللي دار شي اكتيفيتي اخرى ولا دي طاش اخرين ولا شي مهام اخرى في ستاج غادي تكتب العنوان ديال كل مهمه ولا كل اكتيفيتي وتشرحها اما بالصور ولا بالكتابه ولا بدي طابلو اتسيتا. دونك الرابور كله هنا في لابارتي دو راه كيشرح لنا شنو دار في ستاج السيد. دونك مهما تكون الشعبه ديالك، مهما تكون لا سوسيتي اللي دار فيها ستاج، خاصك دير جوج ديال العناصر الاساسيه اللي هي اولا لا بريزونطاسيون ديال لا سوسيتي اللي درت فيها ستاج، وابخي من بعد في لابارتي دو غتهضر لنا على المهام بتفصيل كل مهمه، دير العنوان ديالها، دير بعض الصور، حاول ما امكن تستعمل لي زورغانيغرام، الصور، المبيانات، الجداول، واشرح لنا المهام اللي داروا في ستاج. اي ابخي من بعد ما كنشرح كلشي كندير واحد الخاتمه، نقدر نهضر على البروبليم اللي لقيت في البروجي ديالي اللي درت في ستاج، تقدر تهضر على بعض الافاق، تقدر تهضر على نابورت كوا في الكونكليزيون، غير يكون عنده اون غولاسيون، علاقه مع لو سوجي ديال ستاج وديال القرايه ديالك. كان هذا بخلاصه كيفيه اعداد الرابور دو ستاج دون مانيغ براتيك، هذا مثال تطبيقي. اذا الى الحلقه القادمه ان شاء الله.